ده الترام اللي هو بوله موجود هنا اهو، بيعمل خصومات. ممكن بتاخد 3 تيشيرت بحوالي 300 ليرة، يعني التيشيرت واقف عليك ب 100 ليرة بس. على الناحية اليمين اهو، شوفوا بقى ديفاكتو برضه هنا اهو، ديفاكتو حلو جدا جدا صراحة، طنبور يعني ال سي واكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا مرة تانية في جو تريبس. دلوقتي احنا بنتكلم من قلب مدينة اسطنبول، من ميدان تقسيم. ميدان تقسيم يعتبر من أهم الميادين الحيوية والمناطق الحيوية اللي المفروض أي حد بيزورها في اسطنبول. متواجد دلوقتي في قلب الميدان، وهنبص بقى دلوقتي على النصب التذكاري، ويمكن هنلاحظ ان فيه زي عرض عسكري او تكريم او شيء، وهنشوف بقى المعالم، ايه المعالم اللي موجودة في ميدان التقسيم وليه هو اسمه ميدان التقسيم. تابعوا معايا الحلقة. زي ما انتم شايفين كده، ده النصب التذكاري للجمهورية التركية. لو بصينا كمان في الميدان هنلاقي هنا المسجد تقسيم الجديد، وده لو دخلت مشيت كده هتلاقي هنا بداية شارع استقلال، بداية شارع استقلال، تمام؟ الميدان حيوي جدا جدا، يمكن بيوصل للميدان ده وشارع تقسيم ما يقرب من 2 مليون شخص في اليوم. لو انتم شايفين كده، ده برجر كينج اهو، وده شارع استقلال. شارع استقلال تقريبا طوله حوالي 3 كيلو متر، بيمتد من اول هنا للاخر، وكله بقى مولات ومحلات تجاريه وحاجات الايس كريم والحاجات. ميدان حيوي جدا جدا جدا. دي طبعا محلات الصرافه اهي، محدش يعني ينزل او محدش يغير اي فلوس خالص خالص الا في محلات الصرافه المعتمده، لازم تكون محلات صرافه معتمده. كل المحلات التجاريه والبراندات. برضه نصيحه بقى بالنسبه للناس اللي عايزه خطوط وكده، ويعني شريحه نت، يعني انا عن نفسي بنزل بجبت خط تليفون من تركسيل. ده بيتميز تركسيل انا برجحه للناس اللي هم حابين يجوا تركيا، وبنشوف خطط الاسعار بتاعتهم. بنشوف مثلا لو انت حاب تاخد ال 20 جيجا، ده اعتقد يبقى مناسب جدا ب 380 ليره. ال 50 جيجا ب 570 ليره، اعتقد يعني سعر مناسب، وده على حسب احتياجات كل واحد. الخط بيقعد حوالي 3 شهور اكتف، لو انت رجعت تاني ممكن بتاخد الخط تاني وتشغله تاني. في طبعا هنا باقات واتساب و 200 مينتس كول من الشريحه دي. بنخرج بقى بنكمل رحلتنا في شارع استقلال. احنا لسه النهارده دلوقتي الساعة 10 الصبح، وده فرع المطعم المدينة في تقسيم. تركي تيليكوم برضه من الحاجات الكويسة، ولكن أنا بحب تركي سيل لأن بخرج بره اسطنبول كتير. دي محلات الصرافة منتشرة جامد جدا جدا في المنطقة هنا في الشارع. ستاربكس كافيه. الناس اللي حابين ياخدوا براندات يو اس كول موجود هنا اهو، يو اس كول برضه موجود في المنطقه هنا في الشارع. ده المحلات برضه البراندات كولينز
مانجو، ده اتش اند ام، ده الراجل ده بقى بتاع الايس كريم، بتاع الايس كريم الناس كلها بتحب ان هي تيجي تعمل فعاليات معاه وتعمل شو وكده. خدوا فكره برضو عن ادي المحلات اهي، في حاجات انا ما اعرفهاش الصراحه، وفي حاجات طبعا اكيد انتوا عارفينها يعني براندات ممكن تكون انتوا عارفينها اكتر مني. ده ديفايس ده المحل ده كويس خالص، زي ده الفرع الثاني منه، ده بيعمل خصومات، ممكن بتاخد 3 تيشيرت بحوالي 300 ليره، يعني التيشيرت واقف عليك ب 100 ليره بس. يعني محل اهو اسمه تدرس على الناحية اليمين اهو سيفورة. الناس بقى اللي حابة بقى ايه ان هي تلبس حاجات مريحة، هنلاقي هنا سكيتشر اهو، سكيتشر ده طبعا اهو. الناس اللي يعني ممكن لو انت حابب تجيب حاجة زي كده، حقيقة من الحاجات المريحة جدا جدا اهو. المكان شوفوا بقى ديفاكتو برضو هنا اهو، ديفاكتو حلو جدا جدا صراحة، يعني انا برضو اشتريت منه حاجات كويسة. ديفاكتو اهو ده الفرع بتاع اللي سي وياكيكي اهو، اهو اللي سي وياكيكي، ده يعتبر من اكبر الفروع اللي موجوده في اسطنبول. يعني اللي سي وياكيكي يعتبر من اكبر الفروع صراحه اللي موجوده في اسطنبول، بس خلي بالكم بيبقى زحمه شويه في الكاشير، فانتوا خدوا بالكم برضو، يعني حاول تنجزوا. بيقفل تقريبا حوالي الساعه 12 بالليل، اللي سي وياكيكي بيقفل تقريبا حوالي الساعه 12 بالليل. برضه في محل هنا العربية العود، في محلات عطور. احنا دلوقتي ماشيين تقريبا يعتبر في نص الشارع كده تقريبا اهو، كلها محلات براندات اهو، كل دي محلات براندات متوفرة طبعا. برضو ده برضو المحلات الماكينات اللي هي بتاعت الصراف الآلي. بنكمل بقى الرحلة، ده فراد حاجات زارة طبعا اهي، زارة ده بقى ايه، ده الترام اللي هو بتاع يعتبر الترام ده من اقدم الترامات اللي موجودة في العالم يعني، وهو لسه مازال محتفظ برضو بالطابع بتاعه بالنظام بتاعه صراحة. من الحاجات الكويسه قوي اللي انت يعني هتشوفها هنا في الشارع هنا. برضو يعني اكتر من فرع لديفاكتو، ديفاكتو اداه واحد اهو، واحنا كنا في الاول خالص قابلنا واحد برضو، وسكيتشر برضو نفس الموضوع اهو. والمحل هو برضو اللي بقول لكم عليه اللي هو تدرس اهو، سكيتشر اهو اهو تمام. ده برضو للناس اللي هم فيميلز واتسون، دي حاجات هنشوفها برضو. Thank you.
خرجت المحل واشتريت النظارة من الايه اتصوب ايه اوبتيك اهو. هنكمل برضو الرحلة في شارع استقلال. زي ما هنقولنا ان فيه كل براند عامل اكتر من مكان، لانه اصلا مكان حيوي. احنا بقول لكم دلوقتي احنا الساعة 10 الصبح او 11 بيبقى الشارع فاضي شوية، والناس مثلا ممكن تكون نايمة. استقلال، محلات الحلويات، الفلقوم. هنوصل لنقطة معينة ونرجع تاني للأوتيل، عشان إن شاء الله عندنا إيه جولة في الناحية الآسيوية بإذن الله. كمان شوية هنبدأ إن شاء الله ننطلق، منتظر العربية بحيث إن هي هتجيلي. هنروح الجانب الآسيوي، يعني هفرجكم في الفيديوهات اللي جاية على أماكن جميلة جدا جدا في اسطنبول المفروض إن أنتوا تزوروها. يعني محلات ناحية اليمين وناحية الشمال، حاجات حلوة قوي. ترام ترام اهو تاني. والجميل بقى ان احنا عندنا دلوقتي هنا اهو محطة مترو في المنطقة دي. دي محطة مترو اهو اهو، العلامة دي محطة مترو، تنزل فيها وتروح بقى اي مكان انت نازل فيه. ان شاء الله برضو هتلاقوا فيديو على القناة عن ازاي بنطلع اللي هو الاسطنبول كارد. من ضمن الحاجات اللي فعلتها كويسة قوي اللي هو بقى الايس كريم والحاجات اللي هو بيعملها. No problem. Come. بعد التجربة بتاعت الايس كريم اللي هي كانت حاجة لذيذة، هو طعمه معقول يعني مش قوي يعني، بس هو معقول كويس. ممكن برضو تجربوه، هو ثمنه 60 ليرة، دفعت 60 ليرة في الايس كريم. نحاول نرجع بسرعة بقى ان شاء الله عشان نطلع الجولة الآسيوية. رجعت تاني للميدان اهو بعد الجولة اللي احنا اخدناها في شارع الاستقلال، ونزلنا اهو جينا على الميدان وده جامع تقسيم او مسجد تقسيم. انا اوريدي قاعد في اوتيل مرفوع تقسيم. الاوتيل يعتبر في الميدان. تقسيم ده طبعا 5 ستارز اهو، ده احنا اللي قاعدين فيه دلوقتي. و باصص على الميدان اهو، ده الفيو بتاع الاوتيل. هندخل الاوتيل نغير وبعدين نرجع بقى عشان ايه صلاة الجمعة ان شاء الله النهارده الجمعة.